قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بزيارة إلى مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين لتفقد سير اليوم التعريفي والذي تنظمه الوزارة في 4 و5 من سبتمبر الجاري تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وخلال الزيارة اطلع الوزير على آلية استقبال أولياء الأمور والطلبة ومراحل المرور باليوم التعريفي وطبيعة المعلومات المقدمة لأولياء الأمور حول العام الدراسي ومحتويات الملف التعريفي. وتحدث الوزير خلال زيارته إلى عدد من أولياء الأمور وتعرف على انطباعاتهم بشأن عملية التنظيم، معبرا عن بالغ شكره وتقديره لجميع الطواقم التعليمية والإدارية بكافة المدارس الحكومية على ما بذلوه من جهود مثمرة في الاستعداد الأمثل لتنظيم الأيام التعريفية واستقبال العام الدراسي الجديد. كما شكر سعادة الوزير جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية التي ساهمت مع وزارة التربية والتعليم في تنظيم الأيام التعريفية عبر توزيع قسائم التخفيضات للمستلزمات المدرسية على أولياء أمور الطلبة كأحد نتاجات التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. تنفيذا لتوجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انطلق اليوم فعاليات اليوم التعريفي والايام التعريفيه لجميع المدارس الحكوميه. وزاره التربيه والتعليم نسقت مع جميع المدارس لتنفيذ هذا اليوم، ونويت في نفس الوقت ان نشكر جميع الشركات والمؤسسات والمتاجر التي ساهمت مع وزاره التربيه والتعليم في التنظيم من خلال توفير القسائم التخفيضات المتنوعه والمتعدده لاولياء الامور لشراء المستلزمات المدرسيه. طبعا الهدف من اليوم التعريفي هو الالتقاء بين المجتمعات المدرسية أولياء الأمور والهيئات الأكاديمية والإدارية بالمدارس، وسوف يكون لها انعكاس كبير جدا على فاتحة بدء العام الدراسي، وخصوصا أن مثل هذا اليوم يمكن أن يسهم في الإجابة عن أسئلة واستفسارات أولياء الأمور. حبيت أشكر الوزارة على هذه المساهمة في تخفيف العبء على أولياء الأمور بالنسبة لتكاليف قرطاسية، تكاليف المدرسة من ملابس وهالأشياء هذه. الحمد لله السنة كانت أفضل من السنة الماضية. لا والله هو شيء طيب يعني، ونشكر حكومتنا يعني على اللي تدعمه حق طلابنا وهالأمور هذه، يعني شيء يعني طيب يعني. احنا من سمعنا كانين بسرعة ناخذ التخفيض ما تخفيض يعني، ويخفف علينا في العبء عن مصرف الأولاد وهذا. والله شيء طيب يعني، الشراكة تبع القطاع الخاص يعني ما قصروا يعني، يساهمون ويا الحكومة، وذي شيء طيب يعني. هذه السنة مبادرات وزارة التربية والتعليم في الكومبونات التي تم توزيعها على أولياء الأمور خففت من أعباء الحمل الدراسي بلا شك، وإن كنا نطلع للأفضل إن شاء الله. بغيت أتكلم عن اليوم التعريفي، يوم ممتاز ويوم زين، ومشكورين المدارس مدرسة الهداية شكرا جزيلا. وحبيت أشكر الشركات في الكابونات اللي مسوينهم مساعدات حق الطلاب. تم تجهيز المدرسة بكافة الاستعدادات، وتم متابعة تسليم الكتب وتوزيع الجداول على الطلبة في الأيام التعريفية. كذلك تم توزيع الملف التعريفي المتضمن على تعليمات للطلبة مثل التقويم المدرسي وكذلك تعريب نظام المدرسة ومرافقها، إضافة إلى كابونات الخصم كأحد نتاجات الشراكة المجتمعية مع القطاعات الخاصة، وهو نتاج نشيد به لما له من فائدة كبيرة وخيرات متعددة لأولياء الأمور. أشكر كل من ساهم في إقامة الأيام التعريفية لأولياء الأمور لزيادة التواصل وتعزيز التواصل بين البيت والمدرسة، وطبعا احنا نشكر اللي هي المساهمة المتميزة مع اللي هي والشراكة المتميزة بين القطاع اللي هو الخاص والشركات الخاصة والمحلات التجارية مع القطاع الحكومي لما فيه أثر ومردود يعني يعود بالفائدة على ولي الأمر، واللي هي يساهم اللي هو في اللي هي بعد خيارات اللي هي متعددة ومتميزة.